اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد على صفحة اليوم السابع. هنكون معاكم خلال 12 دقيقة كده خاصة لحلقة النفس خلال الساعات اللي جاية والايام اللي جاية. طبعا النهاردة طبعا بدأ يتحسن الحرارة، النهارده هيصل ثروته النهارده يوم الاربعاء. كان في ارتفاع مفروض كبير قوي في درجه الحراره، بدات امبارح الثلاث وصل فيه درجه الحراره العظمى المنخفضه 30 درجه. النهارده ارتفاع في درجات الحراره بيصل ثروته، في ارتفاع درجات الحراره الافقيه بتتراوح من 3 و4 درجات، يعني تصل درجه الحراره العظمى 33 درجة، جنوب البلاد تكون درجات الحرارة تصل 35 درجة. طبعا البرودة دي هتأثر على البلاد، بدأت يوم الاثنين والثلاث مستمرة معانا لحد الأربعاء ويوم النهار، مستمرة إن هتكون مؤثرة على بلاد فترة الحرارة نشاط الرياح مركز أوي وشوائب عريقة في الجو وأجربة. نشاط الرياح ده هيكون تسير في البلاد والتجربة خاصة الأماكن المكشوفة والطرق المكشوفة. نشاط الرياح ده مستمر معانا النهاردة. طبعا ناس كتير مع ارتفاع درجات الحرارة ده بتبتدي هي تتكلم عن تخفيف الملابس وبتبتدي في أسئلة كتير من الناس. خلاص كده الصيف بدأ ان احنا بنبتدي نكفي الملابس، لكن الكفاية العامة موجهة لتحسين المواطنين ويأكدوا الضرورة الحظر من خلال تكفيف الملابس، خاصة ان لسه فصل الشتاء ده منتهي بعد نصف حوالي اسبوع تقريبا.